سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. عام 1946 في أوكرانيا الغربية تم العثور على طفل وسط الغابات، كان عمره 7 سنوات، لم يستطع تذكر اسمه أو عنوانه. كان الطفل غريبا جدا، أثناء نومه كان جسمه يرتفع في الهواء، كان يتحدث إلى الأشجار والحيوانات. تنبأ الطفل أن رجلا روسيا اسمه يوري سيذهب إلى الفضاء الخارجي بعد 16 سنة. سرعان ما تم أخذه من طرف الجيش، ولم يعرف أحد مكانه بعد ذلك. ذكر الأستاذ الجامعي أنطوان أنفالوف رؤيته لطبق طائر، قال إن الطبق كان أسود اللون وتحيط به مجموعة من الأضواء الحمراء. ذلك دفعه لإجراء العديد من الأبحاث العلمية في هذا المجال. الطيار العسكري السابق في صفوف الاتحاد السوفيتي نيكولاي أنتوشكين أيضا له تجربة في هذا المجال. بعد أن لاحظ الجيش وجود جسم طائر غريب، تم إرسال نيكولاي على متن طائرة نفاثة من طراز ميج 21 للتعرف على ذلك الجسم. كان الجسم يتحرك بسرعة هائلة، حتى الطائرة النفاثة لم تستطع مجاراته. لم يصدر الجيش في ذلك الوقت أي تصريح رسمي بخصوص الحادثة. زاد عدد مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة بنسبة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية. يفسر العلماء ذلك بثلاث نظريات مختلفة. أولاً، النازيون تمكنوا من صناعة نوع جديد من الطائرة على شكل صحون. ثانياً، سباق التسلح دفع القوى العظمى مثل أمريكا وروسيا إلى تطوير هذه الأسلحة. ثالثاً، ظهور الأسلحة النووية في الأرض لفت انتباه المخلوقات الفضائية. يرى الباحثون اليوم أن المخلوقات الفضائية موجودة على سطح الأرض منذ النصف الثاني من القرن الماضي، وذلك ما تؤكده صور الأقمار الصناعية للقواعد العسكرية الأمريكية التي تحتوي دائماً على مناطق إضافية لا يتم التصريح بها. ذلك أيضاً ما أكده تشارلز هول، العسكري الأمريكي السابق الذي خدم سلاح الجو الأمريكي في الستينيات، والذي أكد أن بعض المخلوقات الفضائية تعيش في قاعدة إنديان سبرينجر الأمريكية، وزعم أنه تواصل معها مراراً وتكراراً. يؤكد المؤرخون أنه في أكتوبر من عام 1941 تحطمت مركبة طائرة بيضاوية الشكل في كارولينا الشمالية، وتم نقل الحطام إلى مكان سري. كان هناك 4 أشخاص داخلها. التكتم الذي أحاط بتلك القضية كان سبباً لإصدار العديد من الإشاعات، أبرزها تلك التي تقول بأن الرئيس الأمريكي دوايت إيزنهاور اتفق مع المخلوقات الفضائية من أجل الحصول على تقنياتهم المتطورة مقابل السماح لهم بإجراء تجارب على 2% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية ومحو ذاكرتهم بعد ذلك. أناستاسيا أرتيمينكو، واحدة من التعيسات التي تعرضت المخلوقات الفضائية لها. حسب ما قالته أناستاسيا في تصريحات صحفية، فإنه بينما كانت تسير في الشارع تم تسليط ضوء أبيض قوي عليها. بعد ذلك اقترب منها أحد المخلوقات الفضائية وسألها ما إذا كانت تريد الطيران إلى الفضاء. رفضت ذلك ووصلت سيرها، لكنها لم تبتعد كثيرا، تم سحبها إلى الأعلى وانتهى بها الأمر على متن سفينة فضائية. كانت جالسة في غرفة مظلمة تشاهد شاشة عملاقة تعرض أحداثا مختلفة من الماضي والمستقبل. لا تستطيع أناستاسيا تذكر الكثير من الأحداث، كل ما تتذكره هو تلك الشاشة العملاقة وتأخرها في العودة للمنزل ب8 ساعات كاملة. تعتقد أن المخلوقات الفضائية قد محت ذاكرتها بعد ذلك. في بداية الأربعينيات تمت مشاهدة الكثير من الأشخاص الغامضين في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. كانوا يرتدون معاطف سوداء طويلة وقبعات سوداء. لم يكن أحد يعرف شيئا عن أولئك الأشخاص. كانوا يتجولون في كل مكان ويطرحون الكثير من الأسئلة. كانت بشرتهم شاحبة جدا ويحملون معهم معدات غريبة. فيكتور زودروف، عسكري أمريكي متقاعد، يقول إنه التقى مع أصحاب البذلات السوداء. قال إنه تم اختطافه من طرفهم عدة مرات، والمرة الأولى كانت في إحدى ليالي الصيف حين كان يشاهد التلفاز مع زوجته. فجأة انطفأت الأضواء وسمع الزوجان صوتا غريبا في الخارج. خرج فيكتور للتحقق من الأمر، ثم انطلق شعاع غريب من مركبة فضائية نحوه، رفعه الشعاع للأعلى. يقول فيكتور إنه شارك في العديد من التجارب التي يريد الفضائيون إجراءها على سكان الأرض، كما أنه تعلم العديد من المعارف الجديدة التي لا يعرفها البشر. كان يرغب في مشاركة تلك المعلومات مع بعض الباحثين والعلماء، لكن المخلوقات الفضائية جعلته يلتزم الصمت.
أخبر الجيران فيكتور بأن الكثير من الزوار الغامضين كانوا يأتون لمنزله في تلك الفترة، لكنه لا يستطيع تذكر شيء باستثناء الليلة الأولى التي التقى فيها معهم. يشتبه فيكتور اليوم في أن الزوار الغريبين قاموا بمحو ذاكرته. في الأفلام تظهر المخلوقات الفضائية دائماً برؤوس كبيرة خالية من الشعر وعيون كبيرة أيضاً. لا نعلم مصدر هذه الصورة النمطية التي تظهر في كافة الأفلام، لكن لابد من وجود صلة بين ذلك المظهر الشائع والواقع. ذلك ما يؤكد وجود صلة قديمة بين المخلوقات الفضائية ورؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين، خاصة في النصف الثاني من القرن الماضي. يرى الباحث أنطوان أنفالوف الذي يتواصل مع العديد من المصادر السرية أن المخلوقات الفضائية لا تعيش في القواعد العسكرية الأمريكية فحسب، بل في البيت الأبيض أيضاً، حيث إن المخلوقات الفضائية تستخدم كوكبنا لشحن المواد الخام. نظرية أخرى تقول إن المخلوقات الفضائية قد بنت قاعدة فضائية على سطح القمر، وهي النظرية التي يحاول كيريم أزمانوف تأكيدها بقوله إنه ذهب إلى هناك من قبل. يقول هذا الشاب إنه أثناء نومه يرى الكثير من الأحداث المستقبلية. في أحد الأيام استيقظ من نومه ليجد نفسه في غرفة شديدة الإضاءة داخل سفينة فضائية. عرف ذلك بعد أن نظر من النافذة ورأى كوكب الأرض. لا يتذكر الشاب الكثير من التفاصيل، لكنه يقول بأن المركبة نقلته إلى قاعدة سرية على سطح القمر. الحصول على معلومات أكثر حول المخلوقات الفضائية أمر مهم جدا بالنسبة للبشرية. ذلك سيساعد البشر في التواصل مع حضارات أخرى والتي يأمل العلماء أن تكون أقدم من الحضارة البشرية. ذلك يعني أن المخلوقات الفضائية ستكون قادرة على حل العديد من المشاكل التي يواجهها البشر حاليا، كما أنها ستمدنا بالعديد من التقنيات الحديثة التي لا نملكها. لكن لماذا تهتم هذه المخلوقات بإخفاء هويتها؟ هل هناك ما يمنعها من الهبوط على كوكب الأرض؟ أو أن هدفها الحقيقي يستدعي إخفاء حقيقة وجودها؟ المعلومات التي يتم رصدها حول الأجسام الطائرة الغريبة ليست متاحة حتى أمام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هناك الكثير من المستويات السرية في النظام الأمني الأمريكي، والرئيس الأمريكي لا يمكنه الوصول إلى مستوى سرية تلك الملفات. ذلك يجعل الأمر أكثر غموضاً. عمل فلاديمير زاماروك طيلة حياته في مجال صناعة الطائرات، وهو مهتم بالظواهر الشاذة. صدف أن التقى فلاديمير بواحد من أصحاب المعاطف السوداء. قبل ذلك كان في رحلة قطار طويلة ويحدث صديقه عن المخلوقات الفضائية. بعد ذلك طرق رجل غريب من المقصورة المجاورة بابهما وطلب الدخول. جلس الرجل بين الصديقين وطلب منهما إعادة حديثهما حول المخلوقات الفضائية. اختفى الرجل بعد ذلك، وبعد عدة سنوات تلقى فلاديمير رسالة من مواطنة روسية تقيم بمدينة كالينينغراد. أثارت تلك الرسالة فضول فلاديمير، لأن صاحبتها أخبرته أنها ترى الأطباق الفضائية بشكل مستمر وتريد أن تشارك بعض المعلومات معه. بعد ذلك بأيام التقت المرأة برجل غامض في الشارع. كان يرتدي معطفاً أسوداً وكان وجهه شاحباً للغاية. تقدم منها ومنحها بعض النقود. كانت قيمة تلك النقود مساوية لتكلفة الرسالة التي تم إرسالها إلى فلاديمير. ثم غادر الرجل المكان ولم يظهر بعد ذلك. يعتقد نصف سكان الكوكب اليوم بأن الفضائيين موجودون. 20% من سكان الأرض يعتقدون أن الفضائيين لديهم قواعد في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأفكار انتشرت بسرعة بسبب الأفلام والصحافة. بعض مذكرات الجيش الأمريكي التي تم رفع السرية عنها تلاعبت بالرأي العام. في عام 1953 طور الجيش الأمريكي تقنيات قتالية ومجموعة من التدابير الأمنية لمواجهة المخلوقات الفضائية. ذلك زاد من اهتمام الأفلام والصحافة بهذا المجال. قبل ذلك وفي عام 1947 مثلاً انتشر مقطع فيديو على أساس أنه يصور عملية استجواب لمخلوق فضائي في قاعدة عسكرية أمريكية. كان الفيديو رديئاً للغاية، أي أنه ليس جزءاً من فيلم سينمائي. في الجانب الآخر من الأرض وتحديداً في أراضي الاتحاد السوفيتي، تم تخصيص العديد من التقارير الرسمية من طرف السلطات العسكرية والتي تقول فيها إن الأمريكيين ليسوا وحدهم من يرون الأجسام الطائرة الغريبة. في عام 1968 نشرت الصحافة السوفيتية الكثير من المقالات التي تستهزئ بالأفكار التي تروج لها أمريكا بخصوص المخلوقات الفضائية. أسس الاتحاد السوفيتي بعد ذلك العديد من البرامج العلمية لدراسة احتمالية تواجد المخلوقات الفضائية،
بمجرد بداية الأبحاث وقعت العديد من الأحداث الغريبة، من بينها تشغيل تلقائي لنظام إطلاق الصواريخ النووية. تمكن التقنيون من إيقاف تلك الصواريخ في آخر لحظة. تم إنشاء مركز لدراسة المخلوقات الفضائية والأطباق الطائرة في مدينة موسكو. بعد افتتاح المركز بأسابيع ظهر جسم طائر غريب في سماء المدينة. تلقى الطيران العسكري أمراً بالهجوم. بمجرد إقلاع الطائرات الحربية ظهرت سحابة دخانية كبيرة فوق القاعدة العسكرية، كان قطرها حوالي كيلومتراً واحداً. بقيت السحابة معلقة هناك بدون أن تتحرك. فقدت الطائرات العسكرية قدرتها على الاتصال بالقاعدة. بعد اختفاء تلك السحابة كان الجسم الطائر قد اختفى أيضاً. في حادثة أخرى مشابهة طاردت طائرتان حربيتان جسماً طائراً غريباً في المجال الجوي للاتحاد السوفيتي. لم تستطع كل الأسلحة التي تحملها الطائرتان التسبب بأي أذى لذلك الجسم، مما دفع القيادة لإصدار أوامر بالانسحاب، ولم يتم إصدار أي بيان رسمي بخصوص الحادثة. إذا كان وجود المخلوقات الفضائية مجرد أسطورة، فإن هذه الأسطورة قد تغلغلت بعمق في حياتنا اليومية بسبب الأفلام والقصص المصورة وحتى الرسوم المتحركة الخاصة بالأطفال. اليوم يؤمن كثيرون بوجود هذه المخلوقات، وفي ظل عجز العلماء عن إثبات الكثير من الحقائق، فإن ما يمكننا قوله هو أن المستقبل سيكشف لنا الحقيقة يوما ما. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.